الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كل المجالات بقى فيه ايضا مجالات فيها بتعتمد على الموهبه والمهاره زي كره القدم. يعني يمكن على سبيل المثال نادي اشبيليه الاسباني اعلن عن استخدام اداه بتسمى مستشار استكشاف المواهب الكرويه. الاداه دي اداه تكنولوجيه بتعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي علشان تساعد هذا النادي انه يضم عدد من اللاعبين وانه يكتشف مواهب جديده. عشان كده احنا معانا على التليفون او عفوا عبر تطبيق زوم كابتن ابراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن دخول الاي اي او الذكاء الاصطناعي لعالم الرياضه. صباح الخير عليك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جمانة، صباح الخير لحضرتك، تحياتي ليكي وتحياتي للاستاذ مصطفى، صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر. وحضرتك طيب، يعني لما بنقول دخول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة يعني بعد شوية بنتقبله وبنتفهم هو ممكن يساعد ازاي، بس في الآخر الرياضة هي لازم يكون مجهود فردي حتى لو في لعبة جماعية زي أو رياضة جماعية زي رياضة كرة القدم. بس ازاي الذكاء الاصطناعي يقدر يتدخل في كرة القدم؟ ازاي يقدر يحول مستقبل كرة القدم؟ أستاذ جمانة، احنا حضرتك في العصر اللي احنا الحديث اللي احنا عايشينه دلوقتي، التكنولوجيا دي دلوقتي بقت هي رقم واحد اللي احنا ماشيين وراها ومش قادرين حتى ان يعني نحصلها. التكنولوجيا بقت فاست جدا، بقت سريعه، ولكن الذكاء الاصطناعي حاليا بقى هيكون عنصر، ولكن او الاي اي اللي هو ارتفيشال انتليجنت طبعا ده بقى موجود، بقت في انديه زي ما انت حضرتك قلت دلوقتي ان هي بتحاول تساعد الارتفيشال اللي هو العنصر البشري دوت، ولكن احنا كمدربين او احنا ك يعني موجودين في مطبخ كره القدم عندنا الموضوع دوت برضو معقد. يعني ايه معقد؟ يعني ده موضوع احنا كعنصر بشري احنا اللي بنروح للاجهزه دي نقول لها لو سمحتي اعمل لنا تحليلات البيانات باللاعب الفلاني او بالفرقه الفلانيه او بالناشئ الفلاني. فاحنا كعنصر بشري سبحان الله، يعني احنا اللي بنروح نقول للتكنولوجي اعمل لنا كون لنا داتا او كون لنا تحليلات بيانات عن اللعيب دوت او عن الفرقه دي، وفعلا هي بترجع لك وبتدي لك البيانات، لعب قد ايه، مش قد ايه، كم كوره، كم لمس، كم كوره، يعني تحليلات او الداتا عن اللاعب. اتفضل. طيب يعني الى اي مدى هذه التحليلات بتكون دقيقه وازاي بتساهم ان هي يعني تكتشف لاعبين جدد؟ يعني انا افهم ان ده برنامج عادي مش ذكاء اصطناعي بالظبط، مش اي اي اللي حضرتك اتكلمت عنه، لكن الاي اي بقى خطوه ثانيه، يعني بعد ثاني في التكنولوجيا. ازاي بقى بيكتشف لعيبه جداد؟ ما هو انت حضرتك هو انت بتعمل بروجرامينج انت انت بشر، انت كسمعي، انت انسان، انت بتكلم الجهاز ده بتقول له انا ابحث لي، اعمل لي سكاوتنج، يعني اكتشف لي زي ما اشتغل دلوقتي وانديه عندنا زي برايتون ومان يونايتد وانديه كتير هنا في الدوري الانجليزي بدات تشتغل، بس مش بالقوه اللي الناس متخيلها ان هي بدات دلوقتي، هم لسه بيحاولوا يشوف فعلا. ايوه، ما هو هيخش ازاي يا كابتن ابراهيم؟ مش لازم في مدخلات؟ يعني مدخلاته هل بيجيبها من الانترنت؟ يعني هو كشاف الكوره ده بيجمع بيعمل ازاي بقى؟ حضرتك اشرح لي. السكاوتنج ده بيجمع استاذ مصطفى، بيجمع داتا عن اللعيب مثلا في موجود في النمسا، زي مثلا هيبقى حضرتك حاجه زي مودست في الاهلي وكهرباء، ناخد مثال مودس يعني قبل ما يجي النادي الاهلي كانت هاله والاعلام وهيبقى هداف وهيكسر الدنيا، والبيانات بتاعته والداتا بتاعته والاناليسيس بتاعه كانت موجوده، جه ما اديش يعني انا شايف ان هو لسه ما جاش، ما اداش اللي هو مطلوب خالص، مش موجود كل اللي كانت الهاله ومعموله عن التحليلات بتاعته وجه. طيب احنا عايزين نقول هو ما نجحش ليه في النادي الاهلي مودس لغايه دلوقتي؟ هل هو العامل البيئي؟ هل هو الثقافه؟ هل هو مش عارف يعني يندمج مع المجتمع؟ ما كل دوت حلو قوي ان انا ابقى عندي اي اي ارتفيشال انتليجنت اقول له، او سكاوتنج زي ما حضرتك بتقول، واقول للسكاوتنج حضر لي داتا وهات لي داتا
عن اللاعب الفلاني ويجيب لي الداتا بس ويحضرها لي كابتن، او يعني تدعي معانا. يعني كابتن ابراهيم اظن المقاطعه، بس يعني فكره هنتكلم فكره الكشافين او السكاوتنج اعتقد يعني، والاي اي كمان تحديدا ابعد من فكره ان انا اديله بيانات فيخرج لي نتيجه، ده موجود من كتير جدا، لكن فكره ان انا يبقى في اداه مستشار استكشاف المواهب الكرويه حتى لمواهب، يعني الامثله اللي حضرتك اديتها هي لعيبه موجوده بالفعل ومعيبه لعيبه بتلعب في فرق كبيره، لكن فكره اكتشاف المواهب الكرويه اللي اصلا بيعتمد عليها فرق اوروبيه ويعني بتحاول تكتشف مواهب ان كان بقى في اطراف بعيده افريقيا و هل الاي اي ده يقدر يحل محل الكشاف اللي احنا بنسميه كشاف كده في لغه الكوره؟ لا انا شايف ان دوت مش هينجح، هيكون مشروع يعني مش هيطلع للنور زي ما انا متخيل. ممكن هيساعد، ولكن انا النهارده احساسي ككشاف باللاعب هو هيجيب لي الداتا يا استاذ جمانة، هيحضر لي هيقول لي بس النهارده اللاعب والداتا دي بتشتغل عليه او الكشاف ده بيشتغل عليه عشان يجيب لي الداتا. اللاعب ده انا مش عارف المود بتاعه فين، ممكن يكون اوت اوف ديت او ممكن يكون في الفورمه بتاعته عاليه قوي، ولما يجي لي واخد التحليلات دي كلها وابتدي اشغله والاعبه بالباور اللي انا اخده دوت وبالمعلومات دي وبالبيانات دي، وخلاص انا خلاص عرفت ان عنده معلومات عاليه قوي، ويجي يدي نص اللي هو ادهوني، يبقى انا كده فشلت او الاي اي ده فشل. ليه؟ لان هو طبعا في العمل اللي هو البشري، العوامل الانساني دوت، الاحساس اللي انا كمدرب كده، انت بتقدر كده على المدرب، انت كده بتقضي على عوامل كتيره في كره القدم، بتموتها بتوقفها بتقفلها، لان انت كده الكونتاكت اللي بينك وبين اللاعب كاحساس كبني ادم كانسان انت كده قفلته خالص. انا عايز ابقى في كوميونيكيشن وفي كونتاكت، انت بتجيب الاجهزه دي عشان تحل مكانك انت او بتساعدك انك تدي نتائج افضل، لكن احنا كل ده بنتكلم على البرنامج اللي هو موجود اصلا، اللي موجود في كابيتانو مصر عندنا، بنتكلم يعني دي حاجه قديمه. انا عايز افهم برضو الذكاء الاصطناعي كابتن ابراهيم عمل ايه، يعني ايه هو الشق الجديد اللي اكتشفه؟ يعني حضرتك بتكلمني عن تقنيه موجوده، ان انا بكتشف كيف دخل الذكاء الاصطناعي نادي اشبيليه الاسباني وعمل اداه اسمها مستشار استكشاف المواهب الكرويه، عمل ده ازاي يا فندم؟ ما هو عمل ده ازاي؟ هم كونوا الداتا دي موجوده، هي حاجه الذكاء الاصطناعي ده مش في كره القدم بس يا استاذ مصطفى، هو اكزيست، هو موجود معانا، ولكن انا كبني ادم، انا كمدرب او انا كسكاوتنج، انا بقول له هات لي، بساله، هو مش بيجيب لي، هو انا برضو انا ك يعني كانسان بقول للجهاز ده او بقول للبرنامج ده انا عايز كذا كذا، دور لي على كذا كذا، فهو يدور مع مين بقى؟ مع العنصر البشري، هو ما بيشتغلش لوحده. انا بتكلم عن حته العنصر البشري، هو دلوقتي حته انا دايرتي، انا بتكلم على حته العنصر البشري، ده هيلغي العنصر البشري. هو موجود وبيساعد بس مش بيساعد بنسبه 100%، بدليل اللي هو بيجيب لك يا استاذ الشمعان، بيجيب لك معلومات، المعلومات دي بتبقى في فتره معينه عاليه قوي توب قوي، بس لما على الحقيقه لما بدي اللعيب دوت الفرصه والناشئ دوت بيبقى عكس اللي هو جابه لي، هو بيجيب لي كل حاجه توب. يعني يا كابتن ابراهيم، هي وطبعا يعني وضح فكره حضرتك، ولكن اعتقد حسب ما هو مفهوم حتى الان يعني لن يعوض عن فكره الكشاف او مهاره استكشاف اللاعبين، الا ان كان هذا الاي اي بيتجول يشوف اللاعبين الشباب الصغير والناشئين اللي بيلعبوا في النادي عامه بقى. على اي حال بنشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر كابتن ابراهيم هلول، مدرب بالاتحاد الانجليزي، شكرا لحضرتك.